بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا حلوين طلاب الصف الأول ابتدائي، وياكم السيد سحر في درس جديد بمادة العلوم. وصلنا يا حلوين إلى الفصل الثامن الخلط، وفي درس اللي هو الدرس الأول حتحدث به عن المخاليط، والدرس الثاني هو عن طفو والغطس. نجي أول شيء راح ناخذ عن المخاليط. قبل لا نبدي عن نتكلم عن الموضوع، أخذ فكرة بسيطة عن شنو الخلط شنو مخلوط. عندي الآن يا حلوة شوفي لي هذا الماعون، إيش به هذا الماعون؟ نوع من المكسرات اللي هو اللوز، أوكي اللي هو اللوز. راح أجيب ويا أضيف نوع آخر من المكسرات، راح أجي أضيفه ويا وأخلطه، أجي أضيفه وأخلطه، أوكي ماما. نفس الحالة عندي القدح والعصير. قبل لا أخلط العصير مع بعضه، شو مكونات العصير؟ الماء، السكر، الليمون قبل لا أعصره، هذه المكونات مالته. بعد ما أخبط أو أخلط العصير والماء والسكر يعني الليمون، راح يتكوني هذا العصير عندي، أوكي. فشنو هذه العملية اللي أسميها من أحضر غراضي وأشيائي وأجي أخبطهم مع بعض أو أخلطهم؟ أسميها عملية الخلط. شو أسميها؟ عملية الخلط. فإذا أريد أعرف عملية الخلط شو أقول؟ أقول هو عملية إضافة مادة إلى مادة أخرى أو أكثر. شنو عملية الخلط؟ هو عملية إضافة مادة إلى مادة أخرى. شلون هم كانت عندي كان أول مرة اللوز وحدة نظفت وياه الجوز، خلطتهم مع بعض، أوكي. فهذا المادة المواد مالتي من احضرهن بعدها اخلطهم مع بعض اسميها عمليه خلط. هذا دا اخلط. شلون ماما هم تطبخ لنا الطعام، تحضر اشياء مالتها، الجداري مالتها من تسوي التمن، شو تحضر؟ من تحضر المرقه، شو تحضر؟ اللحام والمعجون، تتحضر مواد مال الطعام وبعدها تخلطهم مع بعض. هذه نفس الحاله الغراض من تجي ماما تحضرهم اسميها خلط، اوكي. المادة اللي تنتج عن الخلط يعني بعد ما خبطتهم شو أسميه المخلوط. يعني هذا صار مخلوط، العصير هنا عندي صار مخلوط، بس مكوناتهم اللي متكونون من عندها قبل لا أخلطهم مع بعض أسميه خلط. المخلوط اللي ينتج دارت أعرفه أقول ينتج عن خلط مادتين أو أكثر. يعني منين يتكون المخلوط؟ شو وقت يصير؟ ورا ما أخلط الطعام، ورا ما أخلط الأشياء مع بعضها هذا المخلوط. بس قبل لا أخلطهم من كل واحد على حدة أسميه خلط. زين، هسه أجي أقول لي، إذا يقول لي هسه عندي هاي المكسرات أقدر أفصلهم؟ يعني هذا المخلوط من المكسرات أقدر أفصلهم عن بعض؟ أقول له نعم أقدر. شلون أقدر؟ باليد. هسه أقدر هنا كل من أخلي على حدة، أخلي هنا اللوز بصبحة قول جوز مثلا بصبحة، أقول له نعم أقدر أخلطهم وبسهولة. زين، العصير، هذا العصير أقدر أفصله؟ أقدر أرجع لأصله؟ يعني أقدر أرجع أفصل السكر واحد والماء واحد والليمون واحد؟ أقول له لا ما أقدر. فإذا ليش ما أقدر؟ ليش؟ أقول له لأن المواد مالتهم اختلطت مع بعض اختلاط تام. مواد مال عصير اختلطت مع بعضها البعض اختلاف تام، فما اقدر افصلهم. زين ماما، فهنا عندي ايضا المحفظه مالتنا يروح المدرسه وبها عده اقلام، عده اقلام والوان. هذه المحفظه مالتي، هذه اوخرهم بعد ما احتاجهم. المحفظه مالتي اللي هنا هذه أقدر أفصل مكوناتها؟ يعني أقدر أخلط هذا القلم؟ أقول له نعم أقدر أخلطهم. هذا أقدر أخلط القلم والجاف واحد، أقدر أخلط المساحة واحد، أقدر الألوان واحد والقلم والرصاص. أقول له نعم أقدر أفصلهم عن بعض، أقدر أفصلهم عن بعض. فأرجع أكرر أنا شنو عملية الخلط؟ عملية الخلط هو عملية إضافة مادة إلى مادة أخرى أو أكثر. أما المخلوط منين ينتج؟ عن خلط مادتين أو أكثر. نجي نشوف الكتاب يلا ماما وياي، نجي نشوف. يقولي ما الخلط؟ أقرأ وأتعلم. الفكرة الرئيسية شنو؟ إنه المخلوط مثل ما قلنا، منين ينتج المخلوط؟ من خلط مادتين أو أكثر. المفردات أو الكلمات اللي راح نستخدمها هي الخلط والمخلوط.
شنو الخلط؟ اقولي كلنا ملاحظين ماما اخذنا او منو احد كبير بالبيت من يجي يسوي زلاطة، ايش تحضر ماما؟ تحضر الخيار على حدة والش اسمه الطماطة والفلفل، قسم خرم بصل، قسم خضار، كل هاي المواد تجي تحضرهم قبل لا تخلطهم. هاي المواد اللي جابتهم وقبل راح تخلطهم شو اسميها؟ خلط، يعني جابت عدة مواد راح تحضرهم وراح تجي تخلطهم. هاي المواد خلطت الخيار ويا الطماطة ويا الفلفل ويا الخس ويا الخضرة، كلها خلطتهم مع بعض. بس منو راح ينتج عن هذا الخلط؟ يعني بعد ما خبطت الخيار والطماطة والفلفل والبصل والخضرة والخضار، شو نسمي هذا ينتج عنهم؟ مثل ما هذا عندي هنا الصحن، شو اسمي؟ اسمي المخلوط. شو اسمي؟ اسمي المخلوط. بس من كان كل منه بصفحة اسميه خلط. زين، فهذه يقولي السلطة الناتجة عن خلط هذه المواد شو سمام قلنا ورا ما خبطتهم وفرمت الماما فرمتهم المواد مال زلاطة، اسميها مخلوط. الزلاطة اسميها مخلوط، بس من كان كل واحد بوحدة اسميها عملية خلط. فشو يقول المخلوط اذا رجع عرفه؟ هو ناتج عملية الخلط، يتكون من مادتين او اكثر. يقول هذا يمكن فصل المواد التي يتكون منها المخلوط بسهولة أحيانا، يعني أقدر أفصلها مثل ما شفنا بالمثال السابق مال مكسرات، قدرت أفصلهم، المحفظة قدرت أفصل مكوناتها. هنا من الصحن مال السلطة يقول لي هو أقدر أفصل؟ يقول نعم. شلون أقدر أفصل؟ صح، بالإيد. مرة قسم شاف يقول أوه أنا ما أحب طماطم يا هواي وأخرها شمر طماطم. هنا عندي ايضا محفظة مثل ما شفنا قبل شوية، اقدر افصل مكونات مال المحفظة؟ اقول له نعم اقدر افصل. شلون افصلها؟ شلون؟ اقول له باليد، اقدر افصلها باليد. يقول افكر واجيب، ماذا تسمى العملية التي ينتج عنها المخلوط؟ شو اسميها العملية قبل لا اخلط الاشياء؟ شو اسمها العملية؟ عملية الخلط، بس اللي ينتج من عنده اسمه مخلوط. نجي على هذه الصفحة، يقول ما المخالط الأخرى؟ هسه نجي على العصير من قلنا. يقول عند إضافة القليل من الحليب وبعض السكر إلى قطع الفواكه، مثل ها شايفين هسه هم بشهر رمضان المبارك كلها تسوي عصير بالبيت مال الفواكه بالخلاط الكهربائي. من أجي أسوي عصير مثلا مال الفواكه، أجي بالخلاط أحضر العنب، الموز، المشمش، الآلو، كلها حضرت هاي المواد. هاي المواد اللي حضرتها كلها قبل لا أخذها شو أسميها؟ عملية خلط. شو ليش؟ يعني راح أجي أفرغهم وين تمام وضح بالصورة، راح أجي أضيف الفواكه، أضيف البرتقال، الفراولة، الموز، العنب إذا عندي. هاي العملية كلها قاعد أخلط بها، العملية مو اللي نتج عنها، كلها بدأ أخلطها وجبت الماء وجبت السكر. شو سميها العملية؟ الخلط. بعد ما أشغل خلاط ويصير عندي عصير مال فواكه ممزوج، هذا العصير المنوع اللي نصير بالعمل الكوكتيل، شو أسمي هذا العصير؟ هو المخلوط. عصير الفواكه شو أسمي؟ هو المخلوط. أوكي ماما، فعصير الفواكه اللي سويناه والخضروات يسمين مخلوط. زين، عصير الفواكه هذا اللي سويته بالجهاز الكهربائي وبعد ما صار عندي وشربته وألف عافية، أقدر أفصله؟ أقول لا ما أقدر أفصله، صعب. ليش ما أقدر أفصله؟ لأنه اختلاط اختلاط تام. إذا لاحظ هنا عندي قدح من الماء، شبي جيت وضفت له قطرات من الحبر، ضفت له قطرات من الحبر، أقدر أفصلهم؟ أقدر أفصل قطرات الحبر عن الماء؟ أقول لا صعب. ليش؟ لأنه اختلطت قطرات الماء مع الحبر اختلاط تام. أيضا عندي شايفين كنا لوحات الرسم، أرسم الألوان من أمزجها مع بعض الألوان، أقدر أفصل الألوان بعد ما رسمت اللوحة؟ بعد ما رسمت مثلا بيت وشجرة وألوان، أقدر أفصل مسائل الألوان؟ أقدر أفصلهم؟ أقول له كلا ما أقدر أفصلها. هنا مثل ما أخذنا قلنا العصير، مثل ما أخذوا المثال السابق عصير الليمون هو المخلوط، أقدر أفصله؟ يقول لا يصعب فصل مكوناته. ليش؟ اختلاط مع بعض اختلاط تام. نجي منطين هنا يقول عندي هذا الصورتين،
يقول لي هاي شوف لي بشنو يتشابهون، لأن المخلوط وبشنو يختلفون. اثنيناتهم أجي أقول يتشابهون إنه هو أعرف العملية مال خلط، هو عملية خلط مادتين وأكثر. شنو هاي المادتين؟ هنا ما أحبر وهنا العدس والباقي لا. زين هاي يتشابهون بها إنه خلطت مادتين اللي هو تعريف الخلط. زين بيش يختلفون؟ هنا الماء والحبر أقدر أفصله؟ أقدر أخر الحبر؟ أقول لك هلا ما أقدر أفصله. ليش؟ لأنه اختلط الماء مع الحبر، قطرات الحبر اختلاط تام. أما هنا أقدر أفصله؟ أقول نعم، الباقلة حباتها تكون كبيرة فأقدر أفصلها. زين يقول اذكر ثلاث مخاليط لا يمكن فصل المواد التي تتكون منها بسهولة. يعني أفكر من اللي ما أقدر أفصل المكونات مالته. أول شي راح أقول نبين قطرات الماء مع الحبر، ثانيا عصير الليمون أو عصير الفواكه، ثالثا لوحة الرسم من أجي أرسم، والألوان ما أقدر أفصلها. نرجع هنا أقوم راجع للدرس، ما الخلط؟ نقول هو عملية خلط مادتين أو أكثر. ماذا ينتج عن خلط المواد مع بعضها البعض؟ من أخلطهم ينتج المخلوط. نقول كيف يمكن فصل المكسرات عن بعض؟ المكسرات عن قصدي الكرزات، شلون أقدر أفصلها؟ أقول لي أقدر أفصلها باليد. وإلى هنا ينتهي درسنا يا حلوين، وأتمنى تشاركون وترسون واجباتكم ومشاركاتكم كبصمة، إنه أهم شيء شنو خلط وشنو مخلوط. وشكراً.